السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، إن ما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت ولا اللي خدتكم علينا وبارك الله فيكم واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة. اليوم كما كتشاهدوا إخواني أخواتي، يوم حضر معنا الشركة ديال رضال. اليوم الشركة ديال رضال من بعد ما هودوا لنا البومبا لتحت ودوزوا لنا الخويطات ديالهم، غيكملوا الخدمه ديالهم، غيكتفعوا لنا دوك الخويطات اللي دخلنا للداخل، وغيديروا لنا البومبا وغيبرونشوها لنا مع واحد لارموار تكنيك. جابوا واحد لارموار تكنيك، اجي نوريه لكم كيفاش داير. شكال كبير، هذاك لارموار تكنيك، ومن غنوريكم هذاك البيت التقني. قلتوا عليه وكمل هذاك البيت التقني وصافي، دوزوا ليه الخيوطه ديالو ودوزوا ليه كل ما هي حاجه. البيت التقني ديالنا الخيوطات ديالو هما الاولين اللي كانوا دوزوا، قلتوا عليهم شوم ومشاو لينا من هنا وحفروا لهم ودخلوهم لينا لهنا البيت التقني، وشدوا لنا البلايص ديالهم في البيت التقني. البيت التقني راه مازال ما كملش، غادي تقاد الدنيا وغادي تصاوت هي وغيدير لها الزفت ديالها وغيدير لها الكازون ديالها وغيريقلوها. الارموار هو هذا تقريبا غتكون فيه شي متر وشي حاجه كبير. إذا الارموار تكنيكا هو غيشد لنا حتى هو بلاصتو وغيدخل لنا بلي كوموند ديالو بالمسائل ديالو وكل ما هي حاجه. هذا هو اللي غيتحكم اوتوماتيكمون فاش غيكونوا فيه روليات، غيكونوا فيه لي رولي، وغادي يكونوا فيه كاع المسائل اللي خاصها باش يولي يخدم هادشي اوتوماتيكمون. اذا اخواني اخواتي في قناه انا جيت، قناه السلام عليكم. اليوم كان عندنا حضور ليش السلطات المحليه، كاين عندنا السلطات المحليه حاضرين كاملين، قوات المساعده، وحاضر لنا سعاده القيد شخصيا ها هو، وحاضر لنا سعاده الباشا، وحاضر لنا السلطات كاملين. اليوم اشنو غيكون مازال ما عرفناش بالضبط اشنو غيكون، وكاين عندنا العمليه ديال التنظيف غاديه بواحد السرعه وواحد قوي، السرعه كبيره كبيره كبيره. اذا اخواني اخواتي غتنتظروا معنا واحد الفيديو باش نعرفوا بالضبط شنو واقع هنا. سدوا هذاك البلايص وهابطين لينا هنايا رجال السلطه كاملين، وهابطين لينا شخصيا هنايا رجال السلطه المحليه، هم حاضرين شخصيا مقدمين ومساعدين والسلطات كاملين بالضبط شنو واقع. هذا سعاده الباشا شخصيا، سعاده القايد راهما شخصيا، هاد كلشي هابطين بالضبط اشنو كاين اشنو واقع اشنو كاين. هنا غيبقى السؤال مطروح اشنو واقع وعلاش جاونا السلطات وبالضبط اشنو كاين. اذا الفيديو ترقبوا الفيديو، غيكون ان شاء الله غيكونوا فيديوهات في قناه السلام عليكم. اذا نكتفي بهذا القدر، دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.